انتشرت قصة وصفوها بأنها جميلة وأن الجمال لها، وفيها من المخالفات في التوحيد ما سأريده بعد ذكرها. وهذه القصة انتشرت في مقطع لشخص ولو كان به لحية أو يزعم أنه صاحب علم، وانتشرت أيضا مكتوبة. قال هذا الشخص المتحدث: وقع رجل في كرب شديد من الدين، وبلغ دينه 500 دينار وعجز عن أدائها وطولب بها، فذهب إلى تاجر واستدان منه المبلغ واشترط عليه أن يسددها في موعد محدد اتفق عليه. ومرت الأيام وإذا بحاله تزداد سوءا على سوء، حتى جاء الموعد وهو لا يملك درهما ولا دينارا، بل ازداد دينه فوق ذلك الدين. وطالب التاجر بماله فقال: ما عندي شيء. فشكاه إلى القاضي، فحكم القاضي على الرجل بالسجن حتى يسدد الدين. فقال الرجل للقاضي: لو أمهلتني للغد حتى أخبر زوجتي وأؤمن عيالي حتى لا ينشغلوا علي. فقال القاضي للرجل: وما الضمان أنك سترجع غدا؟ فقال الرجل: ضماني هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذا المتحدث: وكان القاضي صالحا، فقدر هذا الضمان. وذهب الرجل ورجع إلى زوجته وأخبرها بالخبر، وقالت: بما أن ضمانك هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتعال لنصلي عليه حتى يفرج الله عنا ببركته. وجلس هو وزوجته يصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى غلبهم النوم، وإذا بالرجل يرى في المنام أنه يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له: إذا كان الصباح فاذهب إلى الوالي وأقرئه مني السلام، وقل له إن الرسول يطلب منك أن تسدد عني ديني، فإذا طلب منك علامة فقل لي علامتها أن الوالي يصلي علي في كل ليلة 1000 مرة لا يقطعها أبدا، والعلامة الثانية أنه أخطأ في عدها ليلة البارحة فبشره بأنها قد وصلت كاملة. فلما استيقظ الرجل ذهب مسرعا إلى الوالي وأخبره بالخبر، وبكى الوالي وازداد بكاؤه، فآمر له 500 دينار من بيت المال، وآمر له 2500 دينار من ماله الخاص، وقال: هذا إكراما لك ولسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج الرجل مسرعا إلى القاضي ليسدد دينه. فلما دخل القاضي إذا بالقاضي معه كيس من مال ويقول: أنا سأسدد عنك الدين، وهذه 500 دينار مني إليك، لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببركتك وبسببك، وقال لي في المنام: إن أديت عن هذا الرجل أدينا عنك يوم القيامة. وإذا بالتاجر صاحب المال يدخل ويقول القاضي: لقد عفوت عنه وسامحته بالدين، وهذه 500 دينار هدية مني إليه، لأني رأيت الرسول ببركته وبسببه، وقال لي: إن عفوت عنه عفونا عنك يوم القيامة. فخرج رجل من عند القاضي والفرحة لا تسعه، وأخبر زوجته، وعاد وهو يحمل 4000 دينار، وكل هذا إنما حدث ببركة وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمتأمل في هذه القصة ممن لديه علم وبصيرة، ففيها من المخالفات ما يلي: أولا، أن حكم القاضي عليه بالسجن هذا ليس هو القضاء الشرعي، لأن من كان معسرا فيجب أن ينظر وأن يمهل حتى يجد سعة من المال ليسدد الدين، قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ثانيا، أن قوله ضماني هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا شرك بالله، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ميت، فكيف يقول ضماني هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا من الشرك بالله عز وجل. ثالثا، أن قوله وكان القاضي صالحا فسمح له بالذهاب إلى أهله، وأن له الصلاح وقد حكم بغير حكم الشرع، وأن له الصلاح وقد أقر هذا المدين الفقير قد أقره على هذه الكلمة الشركية. رابعا، أن اجتماع الرجل مع زوجته على الذكر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا من البدع، ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه قد أنكر على من اجتمع على الذكر، وقال رضي الله عنه: لأنتم أهدى
من محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. خامسا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح إذا رؤي وأمر بشيء فإن ما أمر به يعرض على الكتاب والسنة، لأنه ما مات صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد بين كل شيء. سادسا أن هذا الوالي كان يحدد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ليلة 1000 مرة، وهذا من البدع أن يخصص عدد معين في ليلة أو في يوم لم يأتي بها الشرع، ولا نعلم أن الشرع أتى بهذا العدد بأن يقال كل ليلة. سابعا أن خطأ من باب التنزل، خطأ هذا الوالي في إنقاص عدد 1000 من الصلاة، هذا إن حصل خطأ فإن الله عز وجل كريم يوفي العامل أجره من غير ما تأتي رؤيا على حسب ما زعمون. ثامنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يرشد إلى مثل هذا الأمر في سداد الديون، وإنما كان يأمرهم ببعض الأدعية من أدعية الكرب. تاسعا أن قول هذا الوالي هذه إكرام لسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من الابتداع في الدين، فإن السلام في اليقظة لو وصل إلى الإنسان فإنه لا يخرج صدقة أو مالا نظير هذا السلام. عاشرا أن قول القاضي رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببركتك، فهذا ليس به بركة، والبركة والتبرك يجب أن يكون مقيدا بما جاء به الشرع. الحادي عشر أن قول هذا القاضي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أديت عنه أدينا عنك يوم القيامة، فإن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وليس على هذا القاضي ذنب حتى يتحمل دين هذا الرجل. الثاني عشر أن ما قاله صاحب الدين رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببركتك وقال إن عفوت عنه عفونا عنك يوم القيامة، يقال فيها مثل ما قيل في كلام القاضي. ثم مع هذا كله فإن الذي يعفو عن الذنوب هو الله عز وجل، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فليس هناك أحد يغفر الذنب إلا هو عز وجل، وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون شافعا يوم القيامة بشروط الشفاعة المعروفة. والثالث عشر أن اتفاق هذه الرؤيا بهذه الصيغة وبهذا الأسلوب هذا من صنيع الصوفية، فيجب الحذر، ويجب علينا أن نتعلم التوحيد وأن لا نرسل شيء إلا بعد ما نتحقق من أهل العلم المحققين في صحته من عدم صحته، حتى لا نضل ولا نضل ولا نزل ولا نزل.